فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وضعته عند الغسال صاحب المغسلة وضعت ملابس لكي يغسلها، فأبدلها مع ملابس لزبون آخر ولا يعرف من هو، هل يضمن تلك الثياب ويدفع لي ثمنها؟ نعم، إيه نعم، لأنه مفرط، لأنه مفرط، يجيب لك ثيابك ولا يجيب لك ثمنها. الغسالين يرقمون الملابس حيث أنه ما يغلطون، يرقمون الملابس ويعرفونها بأرقامها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.